اهلا وسهلا في برنامجكم اليومي صيف السعوديه، هذه المره من عروس البحر الاحمر جده. احنا الان متواجدين في مكان في الاثاره وفي الاكشن وفي التحدي. مشعل، احنا فين موجودين؟ احنا موجودين في حلبه كورنيش جده، ولما نقول حلبه كورنيش جده طبعا فورمولا 1، السرعه، الحماس كلها، لكن المره هذه تجربتنا مختلفه. احنا عندنا مهرجان السرعه الصيفي مشاعل لاول مره يقام ضمن فعاليات موسم جده. داخل هذا المهرجان في العديد من الفعاليات، في العديد من التجارب اللي ممكن الشخص يجربها. احنا اول تجربه عندنا، او قبل التجربه مشاعل، خليني اسالك انت بما انك تسوقين في الرالي، كيف تجربتك مع السيارات وتحملك للسرعه؟ شوف، انا مع السرعه ادوس، تحديدا خلينا نقول تحديدا في السباقات او الاماكن المخصصه طبعا، لكن في الطرق العامه نلتزم بالقوانين. أحب السرعة مرة كثير وأتحمس مرة للسباقات، عشان كذا اليوم تجربتنا هنا كلها حماس. بس اليوم على حلبة كورنيش جدة حنجرب تجربة الهوت لاب. تعتبر هذه التجربة اللي ممكن السرعة تصل فيها إلى 200 كيلومتر. الله، عندك استعداد؟ عندي استعداد، بس هل إحنا نسوق؟ لا طبعا، هناك سائقين متخصصين في هذه التجربة ومدربين. كل واحد بيختار السيارة اللي يفضلها والسائق اللي بيكون يسوق هذه السيارة، ونعيش هذه التجربة على حلبة كورنيش جدة. وبعدها في تجارب ثانية برضو اللي يحب السيارات والمحركات، نصيحة لا تفوت هذا المكان. نشوف بداية تجربتنا، يلا يلا. الآن احنا حنبدأ أول تجربة اللي هي هوت لاب. عمر جاهز؟ جاهزين طبعا. عمر من السائقين المحترفين الموجودين في هذه الفعالية. كم توقع توصل سرعتنا؟ يعني ان شاء الله نوصل على 250. 250، شوفونا. ايش احكي لكم عن التجربه؟ ايش احكي لكم عن السرعه، الاثاره؟ يعني اللي يحب السيارات، يحب اجواء المحركات، يحب اجواء السرعه، انصح بزياره هذه التجربه في حلبه كورنيش جده، اسرع حلبه شوارع في العالم. انا الحين مستعده انطلق في هذه التجربه، صراحه مره متحمسه عليها. واللي عرفته انه السياره اللي حنسوقها 496 حصان وتماما كهربائيه، فمره متحمسه. حيكون معايا كارل وحناخذ الحين الدوله. يلا. مشاعل، نزار، انتبه انتبه، احنا وسط سيارات في مكان بالدرفت. مع سائقين محترفين. طيب احنا خلصنا التجربه الاولى. ايه؟ هذه تجربتنا الثانيه اللي هي الدريفت عبر اللاسلكي او عن بعد. طبعا هذه اللعبه مشهوره جدا في جميع انحاء العالم، لها ناسها، لها محترفينها، عليها مسابقات وعليها جوائز. اليوم هي موجوده ضمن فعاليات موسم جده في السرعه الصيفي. ايضا الفريق هذا اللي هو الان جالس يلعب حولنا هم فريق جده دريفت، هذولا متخصصين في هذه اللعبه. بس ترى تجربتها مشاعل ميزه التجربه الاولى. ايش رايك، تقدرين عليها؟ والله شوف، انا ناويه اسابقك في الحلبه هذه اللي ورا، وان شاء الله ان شاء الله اني افوز عليك. لا بعد، احنا ما نبغى الحلبه هذه، حنبدا في الحلبه هذه. أيوة. بس احنا الاهم نبغى الدريفت، نبغى السباق في الدريفت زي ما انت شايفه. بحاول صراحه. تتوقعين حنوصل لاحترافيه الشباب السعودي في هذه اللعبه؟ يعني باحترافيتهم صراحة يبغى لها تدريب، ما شاء الله عليهم مرة فنانين، لكن ما يخالف، أنا وإنت نفس القدرات.